هاي الفرخات الأصيلة مال عاشور الحجي، هاي 100 تقريبا، لأن أكو بعد 20 عد شهر. وهذني الأمويات هنا، هذني الأمويات، هذا المسرح مالهن، خل أشوف لكم إياه، أكيد ما شايفيه. هذني الفتحات طلعا منها، هذا الكيج مالهم، هاي هنا هاي الأمويات. شوفوا كل طير ايش يسوى، شوفوا الجمال والدلال. كهرب أبو الحشرة، باو باو. هذا المسرح، هذا اللي احنا هنا زهورة قيامة الله، سقطنا وعن نفسه خايفين من الزهورة، فمن يجي يضربهم يضرب السيم ياكل خرق وش يسوي، وهم يخافون. هذني الميلو، ما يذني اغلى طيور احمر، هذول الشعولة وهذا اللون ماكو منه بالعالم، هذا يسموه اي ثينك اندوكو او رآمن، ما اعرف. لما يبيض مسافات طويلة يموتن. هاي فرخات هذني، وعندي بعد يمكن يطلع عن فد 40 فرخة، بس ما راح الحق اخرجهن. هاي الوحش مالي، لانه خلاص بلش هسه موسم الزقورة يجي. خلص صور هنا واني قاعد. هاي 100 بس باش تشوف لمات بينات اقل، عمر 3 شهور. هاي اول سنة اخلص من الجريدي، عندهم جريدية كل واحد بقدي، موتوني العام اكلوا مني بال150، انا ما شايف جريدي ياكل طيور، والله انقص طير اكلوا من عندي $20 سعره، وشيل ايدك لل100 150 التك. ما بقيت فتحة ما سديتها، اخر شي جبت لهم سم من هذا الازرق هيجي مكعبات، خليت بالقفص وعينك ما تشوف الا النور، قامن يموتن بالجملة. يمكن كان عندي فت، والله يمكن الله لا يكذبني، فت 30 أو 40 جريدي اذا مو اكثر. هذا اللي خايفات الكبار. هسه الحمد لله هالسنة ما اكلوا مني غير بس واحد، لحقت عليه خلت له سم من هذا السم، وعندي هسه كرتونة ضم لهم. عالشتا وين يدورن؟ عالدفو. وانا البروك ما نفى من جواهن، يبقى البروك، فهذا دفو يلتم الجريدية. هسه عندي بحدود 500 طير دمروني بالاكل.